الفليهمن ريسبونس دي برضو ساينس اوف ايه بين، وبرضو ساينس اوف لما الحصان يكون عايز يتجوز برضو بيعمل الفليهمن ريسبونس دي. اوكي يبقى دي نجمعها كده مع بعض تاني، واتشنج الفلانك رولينج باوينج واتشنج الفلانك ايه with lateral recumbency. اوكي هنا عامل ستريتشنج لنفسه، الدوكينج سيتنج دي برضو في حالات الالسر بنلاقي الحصان قاعد القعده دي، تمام مهم جدا تكونوا عارفينها، وفي حالات برضو الهيربس احيانا بيقعد القعده دي. وده برضو رولينج على الباك. طيب بعد كده من ساينس اوف كوليك ايه، برضو بيبقى في تغير في الديفيكيشن بتاعت الحصان دي كده. حد بيكتب حاجة؟ حد عايز يسأل في حاجة؟ ندي ايه بديل للازكس؟ انا هتكلم على العلاجات يا دكتورة أمنية، انا هتكلم على العلاجات بعد شوية. تمام؟ دلوقتي عندي الفيسس بتاعت الحصان ده النورمال اهي. طيب لو حصل تغيير في الكوانتيتي، كوانتيتي كمية الايه؟ الفيسز اللي نازلة من الحصان، يعني سي مثلا الحصان لقيته بيعمل ديفيكيشن، لقيته منزل بول صغيرة او تو بول صغيرة وناشفة. معنى كده ان حصل مشكله في الحصان، والحصان ده عنده كوليك. تمام طيب الكولر بتاع الفيسز، لو لقيت الفيسز بتاع الحصان نازل صغير وناشف وعليه طبقه من الميوكس او طبقه لونها اصفر كده، تمام دي اسمها شغط او اسمها ميوكس. دي معناته ايه؟ معناتها ايه؟ معناتها الحصان ممغوص، والحصان عنده جفاف، عنده ديهايدريشن، والفيسز جوه الحصان ناشفه، والحصان مش عارف يتعامل معاها، فبيكون في رد فعل طبيعي من الجسم كده بيكون حواليها ميوكس بحيث ان يعمل لها لوبريكيشن وتبدا تنزل شويه شويه. وبالتالي لما اشوف المنظر ده اعرف ان الحصان عنده ديهايدريشن، والحصان غالبا بيكون عنده امباكشن، ولازم ابدا اتعامل معاه بمحاليل. تمام عشان اعمل ايه؟ اوفر هايدريشن، وابدا اتغلب على الموضوع ده. يبقى الكوانتيتي بتاعت الفيس بتاعت الحصان مهم جدا ان اشوفها، عشان كده قلت لكم في الاول ان الحصان بيعمل ايه ديفيكيشن، وقلنا كميه الديفيكيشن بتاعت الحصان في اليوم اخبارها ايه، عشان تكون عارف النورمال، عشان لما يحصل الابنورمال تكون انت فاهم اللي حصل. تمام الكوانتيتي مهم جدا، الفيس بتاعت الحصان برضو مهم جدا، لو اتغيرت وبقت اوفنسيف اودرز مهم جدا تكون عارفه. الكونسيستنسي قلت لكم ما ينفعش الحصان تبقى الفيس بتاعته مجليه، يبقى الووتر كونتنت بتاعتها كبيره جدا، ما ينفعش الحصان يبقى فيه عنده دايريه، يعني الادلت هورسز ما ينفعش اروح الاقي الحصان عنده دايريه، ده كده يبقى فيه مشكله، ودي مشكله كبيره جدا بالذات في الخيل الكبيره اللي بيحصل لها كولايتس، يعني بتبقى حاله امرجنسي كيس جدا، لان الحصان لو ما تلحقش في حالات الكولايتس دي بتبقى مشكله. او اشوف على الفيسز بتاعت الحصان بعض الديدان، ممكن الاقي ديدان وورمز على الفيسز بتاعت الحصان. تمام يبقى احنا قلنا هنا نورمال، هنا دايريه، شايفين المنظر عامل ازاي، هنا وورمز، هنا كونستيبيشن او في ديهايدريشن، وبتبقى عامله ايه نشفه صغيره وبتكون ايه مصفر. اوكي طيب يبقى انا دلوقتي خدت الكوليك، اتكلمنا على الكوليك، اتكلمنا على الديفينيشن، اتكلمنا على الاسباب والبريديسبوزنج فاكتورز بتاعته، اتكلمنا بعد كده على الحاجات اللي ممكن تعمل ايه بريفنشن او ريديوسنج الريسك فاكتورز بتاعت الكوليك، بعد كده اتكلمنا على الكلينيكال ساينس بتاعت الكوليك وشفناها بالصور، بعد كده هنتكلم على الدايجنوزس. هنتكلم في ايه في الدايجنوزس؟ عشان انت تشخص حاله كوليك محتاج اول حاجه تعرف الهيستوري بتاع الحصان، محتاج تعرف الكلينيكال اكزامينيشن اللي انت هتعمله، محتاج تعرف الابدومينال اوسكالتيشن انت هتعمله برضه، محتاج تعرف النيزوجاستريك انتوبيشن والريكتال بالبيشن ابدومينال سينتيسيس والالترا ساوند اكزامينيشن والاكس راي واللاب دايجنوزز. تعالوا ناخدهم واحده واحده مع بعض. اول حاجه الهيستوري، ايه الهيستوري اللي انت ممكن تساله او تكون محتاج تعرفه عشان تشخص الحاله بتاعت الحصان بتاعتك؟ اول حاجه اخبار البينفول بتاعت البين بتاعت الحصان اخبارها ايه؟ هنا هتعمل اسيسمنت للبين بتاعت الحصان، هل الحصان جاي لك ممغوص بقى يعني وساينس اوف كوليك جامده جدا، ولا هو حصان جاست اللي هو بيعمل باوينج كده وخلاص، ولا هو لا والله الحصان رولينج وباوينج، والحصان بص قاعد يعني من كتر الالم مش قادر يقف في البوكس. مهم جدا اول حاجه تعرفها. تاني حاجه محتاج تعرف اخر 24 ساعه الاكتيفيتي بتاع الحصان،
عمل ايه؟ ايه الاكتيفيتي بتاعت الحصان؟ الحصان اخر 24 ساعه عمل ايه؟ ممكن تلاقي واحد يقول لك والله اخر 24 ساعه الحصان اتنقل من مكان لمكان، ممكن تلاقي واحد يقول لك والله يا دكتور الحصان كان في سباق ويعني وخلصوا، ممكن واحد يقول لك والله الحصان كان اي حاجه بقى في خلال 24 ساعه، لازم تكون عارف اخر 24 ساعه الحصان اتعرض لايه، تمام؟ طيب وبعد كده الكوليك بتاع الحصان ده مستمر لغايه قد ايه؟ يعني انت كلمتني اول ما الحصان جاله مغص، ولا المغص ده بقى له يوم، ولا بقى له يومين، ولا الحصان ده بيجي له ريكارنت كوليك؟ لازم تكون عارف برضو ايه الهيستوري دي، تسالها لصاحب الحصان، تسال او تاخد الحراره بتاعت الحصان، هل الكوليك جاي معاه فيفر ولا لا؟ هل في تغيير في شكل الحصان؟ هل في انتفاخ في جسم الحصان، في بلوتيشن وكده ولا لا؟ الفيس بتاعت الحصان اخبارها ايه؟ الفيس بتاعت هل الفيس بتاعت الحصان تنزل طبيعيه ولا هيقول لك يا دكتور والله الحصان ما زبلش بقاله يوم ما بيزبلش، والله لا والله يا دكتور الحصان بيسهل. فكل الحاجات دي كلها لازم تكون عارف ايه اجابتها. اخبار الديورمينج هيستوري اخباره ايه؟ هل الهيستوري بتاع الديورمينج اخبار اسمها ايه بنتي، ايه بديل اسمها، هو ايه اللي اسمها ايه بالعربي يا دكتوره مروه، ايه اللي اسمها ايه بالعربي؟ تمام. اخبار السنان الحصان اخبارها ايه؟ هل برضه هل برضه بيبقى بتعمل لها راسبنج للتيث بصوره دوريه ولا ما بيحصلوش؟ وحصل تغيير في الاكل مفاجئ ولا لا؟ كل دي هيستوري ممكن تاخدها. تمام. طيب بعد كده هنتكلم على البيزك كلينيكال اكزامينشن اللي احنا هنعمله. اول حاجه قلنا البين اسسمنت، هنقيم الحصان ده اخباره ايه، هل هي مايلد ولا مودريت ولا سيفير كوليك. تمام. هنتكلم على الكارديو فاسكولار ستيتس، هنتكلم على الهارت ريت. الهارت ريت بتاع الحصان الطبيعي بتاعه بيكون حوالي من ادلت هورس يعني من 28 ل 44 بيت بير مينت، فمهم جدا انت تعرف بقى الهارت ريت بتاع الحصان اللي جالك عنده كوليك ده اخباره ايه. ومهم جدا انت تكون فاهم اللي انت ما يجيلكش، انت سي مثلا قاعد في العياده بتاعتك والحصان جه عليك، استنى شويه خلي الحصان ياخد مشغته يا دكتوره، بتبقى اسمها مشغته، لو حد قال لك الفيس بتاعت الحصان مشغته او الزباله بتاعت الحصان مشغته، بيبقى عليها طبق من الميوكس كده لونها اصفر، يبقى هي دي اللي قلت لك عليها الميوكس. ماشي. طيب يبقى الهارت ريت، يبقى الهارت ريت بتاع الحصان قلنا النورمال بتاعه من 24 ل 48. لو في الهارت ريت ده زاد في حاله البين، هيبقى سواء كان مايلد مودريت او سيفير، ممكن يوصل معاك لاكثر من فوق ال 100، بتاخده عن طريق ان انت تسمع بالسماعه بالسكوب بتاعتك على جنب الشمال بتاع الحصان، بتسمع حوالي 15 ثانيه وممكن تضرب في بعض، يعني عشان انت ممكن الدقيقه كامله دي تلاقي الحصان بيتحرك معاك او الحصان مش بيديك فرصه، فانت بتسمع 15 ثانيه تمام واضرب في اربعه. اوكي. أربعة في العدات اللي أنت عديتها في ال 15 ثانية، زي مثلا عديت 15، 15 في 4 يعني كده إيه؟ 60. أوكي. الكابيلاري ريفيلينج تايم برضو بتاع الحصان، اللي أنت تمسك الحصان وتشوف الميوكوس ممبرين بتاع الحصان، المفروض الكابيلاري ريفيلينج تايم تبقى خلال ثانية أو ثانيتين بالكتير. لو لقيت إن الكابيلاري ريفيلينج تايم بتاع الميوكوس ممبرين بتاع الحصان بياخد 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني عبال ما يرجع، معنى كده إن في نسبة ديهايدريشن حصلت. يا تمام؟ دكتور نعم اتفضل. لو سمحت بس، ازاي نستنى الهارت ريت كده، والمفروض المعدل الطبيعي للهارت ريت يكون قد ايه؟ ما انا قلت لك المعدل الطبيعي المفروض من 24 ل 48 بيت بير مينت، نبضه في الدقيقه. اوكي. بتقيسه ازاي؟ بتيجي عند الجنب الشمال عند الالبو جوينت كده ورا الالبو جوينت، تمام، وتحط الستيسكوب بتاعتك وتسمع الهارت اسمه ده ريت بتاع الحصان، بتسمع حوالي 15 ثانيه، وبعد ال 15 ثانيه اضرب في اربعه، تمام، عشان تبقى جايب دقيقه، انت عايز تعرف الهارت ريت بير ايه مينت، صح؟ فهتضرب في اربعه، 15 ثانية في 4 تديك 60 سكند اللي هي دقيقة. تمام.
فهيديك الهارت ريت بتاع الحصان ده، من خلاله هتعرف الحصان ده والله طبيعي نورمال ولا الهارت ريت عالي، والله مايلد كوليك ولا مودريت، ولا لا الهارت ريت فوق ال 100 ده سيفير كوليك. تمام، يبقى انت كده ايه قيمت ايه البين اسيسمنت بتاعت الايه بتاعت الكوليك. اوكي ماشي تمام ماشي يا دكتور تمام. تمام. بعد كده الكابيلاري فيلنج تايم قلنا على الميوكس ميمبرين بتاع الحصان، هتروح تشوف الفاسكولاريزيشن بتاعت الميوكس ميمبرين وتشوف هي ثانيه ثانيتين ثلاثه اربعه عشان تشوف الديهايدريشن اخباره ايه. الميوكس ميمبرين ذات نفسه لون الميوكس ميمبرين هل هو روزي ريد ولا ولا بقى يبقى في نسبه كونجيشن او نسبه لاين اوف توكسيني بدات تظهر، معنى كده ان في مشكله الحصان دخل فيها ولازم الحق اتعامل معاها. الديجيتال بولس برضو مهم جدا ان انت تنزل تاخد الديجيتال بولس بتاع الفور ليمب والهايند ليمب عشان تشوف موضوع اللامينايتس. فالكوليك ممكن يعمل لي لامينايتس، اللي فاكرين اللامينايتس احنا شرحناها من كام شهر كده، فالكوليك ممكن يعمل لامينايتس، اه ممكن يعمل لامينايتس. عشان كده الموضوع بتاع الخيل كله مرتبط ببعضه، يعني فكرة ان انت لما تفهم كوليك كويس هتعمل له بريفنشن، ولو حصل هتعمل له تريتمنت، ولو حصل هتعرف ان الكوليك ممكن يعمل مشاكل في اللامينايتس. اللامينايتس ده برضو حاجة يعني ممكن تفقد الحصان وظيفته تماما وتخلي الحصان ملوش اي وظيفة. تمام، فمهم جدا ان تكونوا وانت بتعالج حاله كوليك ان انت تكون عامل حسابك ان انت ايه بتعالج برضو او بتمنع حاله لامينايتس. تمام، الجوت ساوند بعد كده، ولازم تكون عارف النورمال جوت ساوند بتاعت الحصان والبوربورينج والبوربورينج مي ساوند بتاعت الحصان عامله ايه، والسبلاشنج ساوند بتاعت الحصان بتاعت الجي اي تي بتاعت الحصان اخبارها ايه. فمهم تكون عارف النورمال عشان لما تيجي تشوف الاب نورمال تكون عارف لو لقيت الحصان مفيش حركه الديكريز الموتيليتي بتاعت الجي اي تي يبقى كده في مشكله، لو لقيت مفيش حركه خالص الياس يبقى في مشكله، لو لقيت الحركه زياده قوي زي في حالات السبازموديك كوليك الحركه دلوقتي ده قوي كده في مشكله. مهم جدا الجوت ساوندز. في دكتوره رودينا بتسال في حاله اللامينايتس هو ليه هيحصل كوليك، هو يعني في حاله الكوليك ليه هيحصل لامينايتس صح؟ طيب ممكن اشرح الموضوع ده بسرعه. بصوا يا جماعه، فاكرين لما قلت لكم ان في الخيل طريقتين للدايجيشن، انزيماتيك بريك داون. لو انا دلوقتي الحاجات اللي بتعمل لها انزيماتيك بريك داون زي ايه؟ زي الذره والشعير اللي هي كونسنتريت، ذره وشعير وشوفان والحاجات دي كلها. طيب لو انا عندي دلوقتي حصان اكل كميه ذره كبيره جدا، تمام؟ اكل كميه ذره كبيره جدا، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ الحصان السمول انتستين بتاعت الحصان ده مش هتلحق تعمل انزيماتيك بريك داون لكميه الذره الكبيره اللي داخله لها، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ كميه الذره الكبيره دي هتروح رايحه فين؟ على اللارج انتستين. هتروح على فين في الاول؟ هتروح في السيكم، تمام؟ بعد كده هتروح للارج كولون. هتعمل ايه هناك؟ هيحصل لها فرمنتيشن. لما يحصل لها فرمنتيشن هتنتج ايه؟ تمام؟ هتنتج الجازز بتاعتها، واللي هي اللي هي الفرمنتيشن بتاعتها هتنتج حاجه ثانيه واحده، هتنتج الجاز ده اسمه الاسيد، ثانيه اللاكتيك اسيد. مش فاكر اسم اللاكتيك اسيد. ايوه لاكتيك اسيد، الله ينور عليك. هتنتج اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده هيعمل ايه بقى في السيكوم والكولون؟ هيقلل الايه البي اتش بتاعتها، صح؟ يخليها مور اسيدك، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الميكروبيوت اللي موجوده في السيكم واللارج كولون هيحصل لها ايه؟ هتموت، تمام؟ دي يعني بكتيريا نافعه، لما تموت هتنتج معايا ايه؟ حاجه اسمها الاندوتوكسينز، هتطلع الاندوتوكسينز، تمام؟ الاندوتوكسينز دي هتروح داخله في البلود ستريمز بتاعت الحصان، وهتروح رايحه في جسم الحصان كله، وهتروح نازله على السنسيتيف لامينيه بتاعت الايه؟ الحافر، وهتروح عامله لامينايتس، تمام؟ عشان هو ده، هي دي الفكره، انه حاله الكوليك، تمام، هتعمل لي لامينايتس لو ما اتعالجتش. نفس الكلام لو حصل مثلا ريتيند بلاسينتا، لو حصل ريتيند بلاسينتا والبلاسينتا ما اتشالتش من جسم الحصان وحصل اندوتوكسيميا، تمام،
برضه نفس الكلام بيحصل، بتروح واصله للحافر من تحت ويحصل لامينايتس. فهو الموضوع كله مرتبط ببعض، وان انتوا تكونوا عارفين ان في حالات الكوليك لو حصل انتوتوكسيميا هيحصل لامينايتس، فاحنا لازم نمنع الموضوع ده انه يحصل اصلا. تمام؟ اوكي. بعد كده بعد الجات ساوندز قلناها يبقى عايزين نعرف نورمال جات ساوندز اخباره ايه، وبعد كده الاب نورمال عشان نعرف نتعامل. ما ينفعش مثلا، ما ينفعش مثلا اكون سامع ما فيش صوت خالص للجي اي تي واروح ادي في التريتمنت بتاعي حاجه تقلل حركه الجي اي تي. يعني مثلا ما ينفعش اجي اسمع بالسماعه الاقي ما فيش حركه للجي اي تي، السمول انتستين واقفه. تمام؟ المفروض انا ادي بقى ساعتها حاجه تعمل ايه، تعمل تنشط اكتيفيشن للسمول انتستين، او تبقى بروكاينيتكس تنشط الايه السمول انتستين عشان تتحرك. ما ينفعش اروح ادي دواء يعمل ريلاكسيشن او يعمل يعني انتي سبازم للسمول انتستين، هنتكلم عليها بعد شويه في السبازموتيك كوليك. تمام؟ والريكتال تمبريتشر ده مهم جدا برضو، اللي انتوا تعرفوا ان في بعض حالات الكوليك زي الانترايتس ده بيصاحبها، والانترايتس والكولايتس بيصاحبها ايه؟ فيفر وارتفاع في درجه ايه؟ الحراره. اوكي. ده كده شكل بعض الميوكس ميمبرين اللي هو كونجيشن واللاين اوف توكسيميا، ده في الحالات السيفير كوليك وفي الحالات المتاخره جدا. عشان كده لو رحت، مهم جدا تكون عارف الحاله اللي انت رايحها. لو رحت لقيت حاله كوليك متاخره لازم تكون فاهم صاحبها ان في حالات كوليك ما بتستجبش للميديكال تريتمنت وبتكون محتاجه عمليات، او لو حضرتك فتحت رحت شفت الحصان لقيت اللاين اوف توكسيميا كده، هتفهم صاحب الحصان اللي انا هشتغل مع الحاله، ولكن هي حاله متاخره. عشان انت لو رحت الحاله واشتغلتها وانت يعني مش عارف البروجنوزس بتاعها، ممكن لو حصل حاجه للحاله وهي اصلا تكون حاله متاخره يقول لك ده انت اللي غلطان، ده انت اللي ما عملتش، ده انت اللي ما سويتش، وده يبقى ايه ضربه في سمعتك وضربه في ايه في شغلك وكده. تمام؟ طيب دلوقتي هنتكلم عن الاستومك تيوب، وعشان نتكلم عن الاستومك تيوب ده انا مش يعني الاحسن انا اعلمها لكم على حصان، بس طبعا طالما مفيش حصان فايه هنتفرج على الفيديو ده مع بعض. اوكي؟ مش عارف الفيديو ليه مش عايز يفتح. اوكي ثانية واحدة كده. شايفين صح؟ ايوه يا دكتور. اوكي. In this portion of administering medications, we'll be talking about nasogastric intubation. The most common time you're going to be tubing a horse is for colic reasons, and you're either going to be passing the tube to reflux the horse if they have too much stomach contents, because horses are not able to vomit, so we need to actually pass the tube in there and relieve that pressure off of the stomach. The other reason you might be doing that is to administer things like oral fluids or mineral oil when they're colicking to try to loosen up their stool. So we have a couple of different types of tubes and types and sizes of tubes. I keep them in my bucket here in the water. When they're just sitting in the water, it just kind of softens them up a little bit, makes it a little easier to pass. Right here, I have two different sizes. There's a medium tube here and then a large tube here. You can tell the difference of the size here. I typically, if it's the first time I'm seeing the horse and the horse is colicking, I'll use the large tube because it's easier just to lavage anything out of their stomach. For demonstration purposes today, I'm just going to use the medium tube. So I get the tube here, and what I like to do is just put the tube around my neck like that. Get the kinks out of it a little bit. Then I'm just going to grab some lube here just to make it pass easier through her nose. Apply it to the end there. Okay, and then we're ready to go. So I have my handler again on the same side. Come up here, just nice and slow. I'll grab her nostril. Kind of rub the inside of her nose here, just letting her know I'm here. Then I'm going to start passing the tube. And it's important to keep in mind that you want the tube to be ventral and medial. So down and to like to the inside here.
so you can avoid the ethmoids up here, which if you do hit those, they often will get a nosebleed. And when you're passing the tube, you can tell, see that my handler is kind of pulling her nose down here and flexing her head. And that gives you a better shot of going in the esophagus rather than if their neck's extended, you'll go right into their trachea. So here I'm ready. Kind of slowly start passing the tube. And you can use your right hand here. I'm using my middle finger just to push the tube down. And as you're passing it, just always feel for any resistance. And you may need to redirect. So then I'm to her pharynx here. And you can feel, and you can also watch their throat there and watch for them to swallow. And once you feel the swallow, you pass the tube. And you can see it, often see it going down the esophagus, and it does have a different feel. It's a little bit tighter going down the esophagus as if you went in the trachea. Often you'll feel it kind of bounce off the rings. And a lot of times if you're in the trachea, they will start to cough. Now coughing, they often can cough when you're in the right spot, but that's just one of the signs. So at this point, I'm just going to put the end of the tube in my mouth and just apply a little bit of suction. And I am getting negative pressure. So that's another indication that I'm in the right spot. I'm in the esophagus. If you were in the trachea, you'd just get a constant flow of air. So what I do now is I usually just hold the tube in my mouth. And I'll just blow on the tube as I pass it down just to kind of help open up the esophagus and then get in. You can tell when you're into the stomach. Now I'm in the stomach, and you can often, in this case, you can hear the gas, and you can smell that. That definitely smells like stomach contents in your stomach there. So now that you're in the stomach, we have all the signs that we should be in the stomach and not in the trachea. You always first want to put water through the tube, because if you were confused and maybe in the trachea instead, water's the most harmless thing you can put in. We'll just grab the bucket here, and this can just catch the contents of our stomach and the water that we put in just to lavage the stomach out. Then I'll have an assistant come here and hold the bucket. Or if you are in a stall like this, you can sometimes just clip it onto the stall door. So this metal pump here, I'll just pump the water in. And it fits snugly onto the end of this tube. So I'll put usually 8 pumps of water in here. And then when you disconnect the tube here, you don't always get a siphon right away like that. Something that you can try to do is just put a little pressure on the tube and try to start to get feed contents from the stomach. And you can see there that there were a little bit of feed particles in there. And if all you were doing is giving a medication, that would probably be enough to confirm that you're in the stomach. So you can go ahead and give a medication. But if you are concerned about colic or reflux and you need to lavage the stomach, you would keep going. And often you'll use 1 to 2 full buckets of water trying to get any of that sour feed or anything out of there. So. Okay, يا جماعة. دلوقتي انتوا شفتوا الفيديو صح؟ كلكم شفتوا الفيديو صح؟ يا دكتور. Okay, دلوقتي. عادي عادي. عادي عادي رايت وليفت كله يدخل على الاسوفيجس. هي الفكره كلها المهم جدا تعرفوا ان الاستومك تيوب دي بتستخدم في الدياجنوزس في التريتمنت. بتستخدم في الدياجنوزس لان هي بتعرفني ممكن من خلالها نوع الكوليك اللي عندي تمام، وبتستخدم في التريتمنت اللي انا بدي من خلالها ميديكيشن ما ينفعش اديه غير عن طريق الاستومك تيوب تمام. طيب قالت 3 حاجات. اول حاجه واحنا داخلين بندخل عن طريق الفنترو ميديال اوكي، عشان لو انا دخلت بطريقه ثانيه ممكن اخبط في الاثيمودايل بونز ويحصل هيموريج تمام. طيب برضه هقول لكم معلومه هنا بسيطه جدا، في بعض الخيل اللي بيكون فيها الديهايدريشن عالي بتكون جايه فيها كميه جفاف عاليه جدا، وارد جدا وانت بتعمل الاستومك تيوب او انت بتعملي الاستومك تيوب ان يحصل شويه بليدنج تمام، ما تقلقش. طيب عشان ترتاح بس من الموضوع ده و
وانت شغال مع الحصان، لو الحصان جالك كنت بتعمل ستومك تيوب، واول مره وانت مقلق من حته الكومبليكيشن بتاعت ان انا الحصان الحصان حتى لو اتعور يعني شويه دم هتحط قطنه والدنيا هتقف معاك مع الوقت ما تقلقش. تمام، لو الدنيا البليدنج جامد قوي يعني شويه ميه ساقعه على راس الحصان هيقف برضو، لو الدنيا يعني جامده قوي ممكن شويه ابنفرين على قطنه ولا حاجه وتحطها في مناخير الحصان الدم هيقف. تمام، طيب قبل ما تشتغل تروح قايل للاونر خلي بالك امسك الحصان كويس عشان الحصان ممكن ايه ينزل شويه دم، ولو نزل شويه دم مش مشكله، فانت تكون مسبق بالكومبليكيشن عشان لو حصل يبقى انت ما تقلقش، وصاحب الحصان يقول لك ايه ده اللي عملته ده دكتور وبتاع. انت عارفين الناس هنا في مصر بسم الله ما شاء الله تحب تلبس للناس اي مصيبه. تمام، فانت تكون عارف ان في كومبليكيشن، اه في كومبليكيشن، بس الاستومك تيوب حاجه مهمه جدا بعرف من خلالها بعرف من خلالها الدياجنوزس وبدي من خلالها تريتمنت. طيب بدخل فينترو ميديال. تمام، طيب انا ايش عرفني اللي انا في الاسوفيجوس وداخل بعد كده على الاستومك، ولا انا حضرتي دخلت في التراكيا وهبهدل الدنيا؟ في ثلاث حاجات هتقول لي اللي انا دخلت في الاسوفيجوس ولا دخلت في التراكيا. زي ما الدكتوره اللي من شويه في الفيديو قالت، اول حاجه اوكي نيجاتيف بريشر ده ليه بيحصل؟ نيجاتيف بريشر لان انا امسك الخرطوم واشفط لبره الاقي الدنيا مكتومه معايا. تمام، ليه؟ لان احنا قلنا في الاول خالص لما كنا بنشرح الاسوفيجس ان الاسوفيجس عباره عن ايه؟ ماسكولار تيوب، صح؟ فالماسكولار تيوب دي كولابسد بتدخل في التب بتاعه الخرطوم، تمام، اللي هي الفتحه بتاعه الخرطوم، فتعمل ايه حاجه كده يعني بشفط في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاسوفيجس ذات نفسه، فاهمين؟ اما لو انا في التراكيه هاجي اشفط هلاقي بشفط معايا شويه هواء، اوكي؟ فمعنى كده انا في التراكيه. طيب دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا اشوف الاستومك تيوب ماشي في الايه على الجنب الشمال بتاع الحصان. لو هو في التراكية انا مش هشوف اي استومك تيوب ماشية في الحصان، اما لو هو لو في الاسوفيجس هلاقيه ماشي، تمام، وهعرف احدده. تمام، طيب التالت حاجة بقى اللي انا اسمع وشم ريحة الايه الجاستريك جوس بتاعة الاستومك. طيب فهمتوا كده؟ يبقى دي ثلاث حاجات هتعرفني لا انا دخلت في الاستومك ولا دخلت فين على اللنج. اوكي، يبقى احنا كده الفيديو ده يعني يعرفك ازاي تعمل استومك تيوب، بس انت لازم تعملها بنفسك. ممكن في بعض الحالات يعني الفرصه ما تجيلكش ان انت تتعلمها وبعد كده تشتغلها، لا ممكن تلاقي الحاله جايه لك فجاه ويلا يا دكتور اشتغل بالاستومك تيوب. طيب لازم اشتغل بالاستومك تيوب الطبيه دي؟ هو الافضل تشتغل بالاستومك تيوب الطبيه دي لان هي دي مش هتعور الخيل وبتكون معموله بماده مناسبه جدا مش هتعور الخيل وكده. اما لو حضرتك في حاله امرجنسي او لو حضرتك عايز تتصرف عشان الاستومك تيوب دي حوالي سعرها ب 1200 1300 جنيه، اوكي، ففي ناس بتجيب خرطوم عادي، ممكن تجيب خرطوم عادي وممكن تعمله عارفين الناس بتوع اللي اسمهم ايه اللي هم بتوع اللي بيلينوا السكينه والحد او بيحدوا السكاكين والكلام ده كله، يعني خليه بس ايه يلينها لك، يلين لك الخرطوم من فوق بحيث ان هو ايه ينعمه يعني بحيث انه ما هو داخل ما يعورش الحصان. تمام، ده لو انت عايز تعمل يعني ستومك تيوب بطريقه تراديشنال شويه. تمام، اوكي، يبقى في ثلاث اسئله المفروض نجاوب عليهم، المفروض تكون عرفناهم خلاص. الدايركشن بتاع النيزو جاستريك انتيوبيشن، وازاي بعرف ان النيزو جاستريك تيوب موجود في الاسوفيجس، وازاي هاو دو يو شيك يور هورس هايدريشن، يعني المفروض الاجابات دي نكون عارفينها. الابدومينال سينثيسيس دي مش عايزين نضيع وقت فيها لان هي مش عمليه قوي في الفيلد، فدي بتتعمل اكتر في المستشفيات، يعني لو في مستشفى بتتعمل اكتر في المستشفى بيعرفوا من خلالها البروتينيال فلويد، ناخدها بالمنظر ده ونبدا نفحصها. تمام، نفحص ال اهم حاجه فيها اللاكتيت، تمام، اللاكتيك اسيد الموجود فيها. ليه اللاكتيت؟ فاكرين لما اتكلمنا قلنا ان هو لو حصل الخيل لو حصل الاكسجين مش واصل ليها كويس هيبدا يحصل ايه انايروبيك، يعني تتنفس عن طريق الانايروبس، والانايروبس ده الاند برودكت بتاعتها بيكون اللاكتيك اسيد. فاللاكتيت ده لو عالي في الدم وعالي في البروتين فلويد بيقيسوه هناك بره، عشان في بعض العمليات انا دلوقتي جالي حصان المستشفى وعايز اتعامل معاه ما استجابش ميديكال تريتمنت، يبقى كده هو عايز ايه سيرجيكال تريتمنت، صح؟ سيرجيكال
طيب السيرجري دي انا ليه اكلف صاحب الحاله سيرجري وفي الاخر الحصان ممكن يحصل له ايه؟ يتعدم على الترابيزه، يتعدم على في اوضه العمليات، خلاص الحصان مش نافع. فبيعملوا ايه؟ بيعملوا ان هو بيقيسوا اللاكتيك اسيد اللي موجود في البروتين الفلويد او في الايه؟ او في الدم. والنورمال بتاعه ان هو بيكون اقل من 2، والله لو اكتر من كده وصل 16 مثلا في البروتين فلويد ده يعني مش هيحصل له ايه؟ يعني مش هيكمل، فما بتعملوش اصلا العمليه وبيعملوا له ايه؟ قتل رحيم وخلاص، تمام؟ طيب بعد كده قلنا ريكتال اكزامينشن. ريكتال اكزامينشن فاكرين لما قلنا ان السيكم ناحيه اليمين؟ من خلال السيفيريتي ازاي هقدر اعرف الاستومك تيوب؟ مش فاهم السؤال يا دكتوره. من خلال السيفيريتي ازاي هقدر اعرف الاستومك تيوب؟ معلش عيد السؤال تاني. طيب دلوقتي انا دلوقتي في مرحله تشخيص الايه؟ الريكتال. في مرحله تشخيص الكوليك هعمل دلوقتي ريكتال اكزامينشن. اول حاجه لازم تكون عارف الحصان اللي جاي لك ده هو حصان ميل ولا في ميل، اوكي؟ وعمره قد ايه؟ ليه بقول لكم كده؟ لان هي لو في ميل، غالبا الخيل الميرز او الفيميل بتكون اتجسد كتير، اتجسد اتعمل لها سونار او حد جسها عشان بتعشر وبتحفل وكده، تمام؟ وبالتالي بتكون سهله في الجس، تمام؟ على عكس الخيل الميل، عمره ما اتجس، الستاليون عمره ما اتجس، وبالتالي لما تيجي تجس حصان غير لما تيجي تجس فرسه. ولما تيجي تجس فرسه لسه يعني ما حصل لهاش ريكتال اكزامينشن قبل كده، غير لما تيجي تعشر فرسه حصل لها ريكتال اكزامينشن قبل كده بالسونار، تمام؟ ليه بقول لكم الكلام ده كله؟ عشان في عندنا حاجه اسمها ريكتال تير. ريكتال تير ما ينفعش وانا داخل اجس الحصان اللي انا افضل ايه يعني ابقى ريزيستنس ضد حركه الحصان. انا كده ممكن اعمل حاجه اسمها ريكتال تير واعور الحصان في الريكتم، وبالتالي ادخل الحصان في مشكله تانية خالص ويحصل له بريتونايتس ويموت، تمام؟ فنخلي بالنا واحنا بنجس الخيل، سواء كنا بنجسها عشان نعمل دايجنوزس لي كوليك، او سواء كنا بنجسها عشان نعمل ايه؟ فحص بالسونار واشوف ايه البريدنج يعني بتاعتها وكده، اوكي؟ يبقى اول حاجه هنا كده ده النورمال يا جماعه. الدكتور دخل بيجس السيكم اهو ناحيه اليمين وكده. طب شوفوا المنظر، الصوره اللي فوق وشوفوا الصوره اللي تحت. هل منظر السيكم دلوقتي كده متغير ولا مش متغير؟ متغير، شكل السيكم متغيره، صح؟ انتوا معايا ولا زهقتوا؟ لو زهقتوا يا جماعه ممكن نكمل في وقت تاني. الفكره لا مستمتعين والله يا دكتور، بس بعد الفطار بقى. اوكي تمام، بس العدد قل يعني دلوقتي في 26، كانوا 33 35 واحد، كانوا اكثر، بس ممكن ناموا بقى راحوا يصلوا. لا يعني ما هي الفكره كلها لو يعني لو الناس زهقت او كده ممكن نكمل وقت تاني، فاهمين؟ عشان بس الناس تستفيد، مش يبقى فكره اللي انا بخلص وخلاص. احنا مش في الكليه يعني، مش منهج بخلصه وخلاص. ايوه اكمل عادي. اوكي يبقى انا دلوقتي ناحيه اليمين هنا عند البار لامبر فوسا من اليمين هنا لغايه تحت كوما شيب اهو، ده كده طبيعي بتاع الايه؟ السيكم. هنا بقى السيكم حصل له ايه؟ ديستنشن اهو، تمام؟ اجي اجسه من ناحيه اليمين الاقي التنيه بتاعه الايه؟ بتاعه السيكم كده ومليانه مثلا جازس او مليانه اكل، تمام؟ وبالتالي كده يبقى في مثلا ممكن يكون سيكل امباكشن، ممكن يكون في سيكل تيمبني، على حسب انا هجس ايه في السيكم. طيب هنا فاكرين البلفيك فليكشر اللي قلت لكم عليها؟ هي دي البلفيك فليكشر. فاكرين البلفيك فليكشر اللي قلت لكم عليها الدايمتر بتاعتها؟ بالظبط كده، هي دي ناحيه الشمال اهو. امباكشن يعني لكمه. لكمة، ماشي؟ يعني أكلة لكم، تمام. دكتور أسامة أحمد بيقول لو لسه فاضل كتير ممكن أقسم السيشن على تو، براحتكم يعني، دي بتاعتكم.
اوكي. طبعا الريكتال اكزامينشن بعمله عشان اشوف الايه اللارج انتستين من ورا، يعني الطبيعي النورمال اللي انا ما اعرفش اجس السمول انتستين وما اعرفش اجس الايه الاستومك. طيب لو انا دلوقتي جيت دخلت من الريكتوم، اوكي ايوه دكتوره زينب برضو بتقول ايوه. طيب خلاص مفيش مشكلة تمام. يبقى في الصورة دي هنا كده النورمال قلت لكم ان انا ما ينفعش اجس الايه اللارج السمول انتستين والاستومك. اما هنا دلوقتي الدكتور دخل عن طريق الريكتوم اوكي، ودخل دخل دخل لقى السمول انتستين في ايده، معنى كده ان في ايه ده حاجة مش طبيعية، وان ده كده ايه الحصان محتاج سيرجري فورا تمام، او الحصان ده كده بور بروجنوزيس. اوكي اوكي طيب دلوقتي اتكلمنا في الاول على ساينس اوف كوليك، بعد كده اتكلمنا على الدياجنوزس، عايزين نتكلم دلوقتي على المانجمنت او عن طريق او تريتمنت صح اللي عندنا. طيب ايه اللي عندنا؟ ممكن انالجيسيك، سبازموليتيك دراجز، فلويد ثيرابي، ولاكستيفز، ونيوتريشن. اوكي نمسكهم واحده واحده كده. اول حاجه الانالجيسيك تمام. الانالجيسيك اشهر حاجه عندنا، احنا قلنا عندنا في الانالجيسيك حاجه اسمها ايه النون استرويد انتي انفلاماتوري دراجز تمام. عندنا النون استرويد انتي انفلاماتوري دراج تمام، عندنا منها انواع كتير. اشهر دوايين بيستخدموا في الفيلد في الاكواين هو الفلونكسين مجلومين او الفينايل بيوتازون. تاني الفلونكسين مجلومين، الفلونكسين مجلومين دول من ضمنهم حاجه اسمها الفينادين، ده البراند اوكي، ده البراند الفينادين تمام. في بعد كده عندنا حاجات زي الفلونكس، دي اسماء تجاريه كلها يبقى الفينادين الفلونكس موميفيدين، في حاجات انواع كتير كده تمام. بس الفكره كلها ان ايه في الفلونكسين مجلومين دي الماده الفعاله، والماده الثانيه اللي هي الفينايل بيوتازون. الفينايل بيوتازون تمام، الفينايل بيوتازون ده ارخص بكتير من الفلونكسين مجلومين، بيستخدم غالبا لحالات الايه الماسكول سكيليتال ديس اوردرز زي حالات الليمنس واللامينايتس والكلام ده كله تمام. والسايد افكت بتاعته ارخم بكتير من الايه الفينادين او الفلونكسين مجلومين. اوكي الفلونكسين مجلومين بيستخدم لكنترول الفيزرال بين تمام. بيشتغل ازاي؟ عن طريق احنا قلنا بيعمل بلوك للبروستاجلاندين صح. طيب وفاكرين لما قلت لكم ان البروستاجلاندين دي في منها حاجات فيسيولوجيكال وحاجات ايه اللي بتعمل الانفلاميشن؟ البروستاجلاندين دي انواع منها كتير جدا، يعني مثلا عندنا البروستاجلاندين اف 2 الفا دي اللي بتعمل لنا ايه اللي بتكسر الكوربس لوتيوم بتاع الايه بتاع اللي بتكسر الكوربس لوتيوم صح. عندنا البروستاجلاندين اي، البروستاجلاندين اي دي اللي بتستخدم اللي بتشتغل على ايه على الاستومك بتاعه الحصان، بتزودها بالميوكس بتزودها بالبلاد فلو والحاجات دي كلها تمام. المشكله النون استرويد انتي انفلاماتوري دراجز ان هو لما بيروح يشتغل بيروح يقفل الكوكس 1 والكوكس 2، طب يبقى اسمه نون سيلكتيف، نون سيلكتيف تمام. فهو لما بيروح يقفل الكوكس 1 والكوكس 2 بيأثر لي على الايه الحاجه اللي بتعمل بروتكشن للاستومك زي الايه زي البروستاجلاندين اي اوكي. فهي دي مشكله الاستخدام العشوائي للنون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. طيب انا دلوقتي بستخدم النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز في حالات الكوليك لانه بيأثر لي على البروستاجلاندين اللي هي بتاعه الانفلاميشن والبين. طيب لو الحصان اخذ فلونكسين مجلومين، لو الحصان دلوقتي انت عندك حصان عنده كوليك، ما ينفعش اول حاجه يبقى هو ده الخيار الاول ليا اللي انا اول ما الحصان يجي لي عنده كوليك اروح مديله ايه فينادين زي ما بيحصل في السوق بره. السوق هتلاقوا الراجل في الاستابل او صاحب الحاله اول ما الحصان يتمغص يروح مديله فلونكسين مجلومين اللي هو بقى فينادين اي نوع عنده. طبعا الفينادين ده ثمنه حوالي 1000 جنيه فبيبقى غالي على الناس فبيستخدموا انواع ارخص من كده يروح مديهوله. طب ايه المشكله في كده؟ المشكله ان بيعمل حاجه اسمها ماسكينج للساينس اوف كوليك
يعني ايه ماسكينج للساينس اوف كواليتي؟ انت معايا؟ ماسكينج يعني للساينس اوف بيخفي الأعراض بالظبط بالظبط يعني. كده، بيخفيها بالظبط كده او بيقللها، وبالتالي انت ممكن تروح لحاله وتروح تكشف عليها وتلاقي الهارت ريت عالي بس مش عالي قوي، وتلاقي في نسبه ديهايدريشن بس مش جامده، وتلاقي الحصان فيه بين بس مش جامد، فتتعامل معاه على اساس انه مايلد كوليك، وتفاجأ ان صاحب الحاله اصلا مديه فينادين، وبعد شويه ساعتين ولا حاجه مفعول الفينادين بدا يقل ويروح، تلاقي الحصان بدا يرجع يتالم تاني ويتبهدل تاني، فتلاقي نفسك اللي انت ايه ده، انا ما شخصتش صح، وايه ما عرفتش الحاله ولا البروجنوزس ولا اي حاجه، تلاقي نفسك لبست. يعني انا مره رحت لحاله حصان وبشتغل معاه بقى وكلام زي كده، وفوجئت وانا بشتغل معاه صاحبه مديله فينادين ومديله لازكس، والحصان بقاله يوم كامل بياخد الادويه دي، وبقاله يوم كامل لا بياكل ولا بيشرب، وفي حاله الكوليك دي، وانه وانا رايح في الاخر اللي هو بشتغل معاه على اساس ان انا ايه اول دخله ليا. طبعا انا في الاول كنت معرفيني اللي هو لا انت يا دكتور الحصان لسه منقوص حالا، بس مع الوقت انت بتقعد تتكلم مع الناس وتجيبه هنا وتجيبه هنا وتجيبه هنا، فهتلاقي ايه واحد جه اعترف لك بقى بالايه بالحقيقه المره. فغلط جدا ان انت تتعامل مع حاله اول ما تروح لها تروح مديها على طول في فينادين، لا انت بالذات كمان في حاله الديهيدريشن ما ينفعش حصان يكون عنده ديهيدريشن، حصان عنده ديهيدريشن عالي جدا اروح مديله فينادين او فلونكسين مجلومين. ليه؟ انا كده بعمل حاجه اسمها بابيلاري نكروزس، باثر على الكدني بتاعت الحصان. عارفين احنا في البني ادمين، في البني ادمين عندنا عادي اللي يقول لك اللي بياخد كتافاست كتير والحاجات دي كلها بياثر على الكدني عنده، بيعمل له القدر ده فشل كلوي والكلام ده كله، هو نفس الكلام برضه في ايه في الخيل. الناس اللي بتاخد عندنا زي مسكنات كتير وكلام زي كده، مع الوقت بيحصل له ألسر، مع الوقت بيحصل له حموضة وقرح كده في المعدة، ده بسبب برضو ان هي بتأثر على نفس الخيل بالظبط كده. تمام، اتمنى تكونوا فاهمين يعني. طيب دي يبقى ده اول تريتمنت بنستخدمه، الفلونكسين ميجلومين، بتبقى الدوز بتاعته حوالي 1.1 مللي جرام لكل كيلو جرام، تمام، يعني حوالي سنتي لكل 45 كيلو للحصان. يعني لو حصان سي مثلا وزنه 450 كيلو ياخد 10 سنتي، ولازم يا جماعه يتاخد انترا فينوس، ما ينفعش يتاخد انترا ماسكولر. الفينولكسين ميجلومين والفينايل بيوتازون الدوايين دول ما ينفعش يتاخدوا ايه انترا ماسكولر، لو اتاخدوا انترا ماسكولر بيعملوا حاجه اسمها كوليستريديال مايونكروزس، وبيعملوا مشاكل جامده جدا وخراجات، تمام، وهتلاقوا الموضوع ده منتشر جدا 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 في الخيل. هتلاقوا واحد ادى فينالبوتازون او ادى فينادين عن طريق الايه الوريد عن طريق العضل، فبدا يحصل له ايه خراجات وحاجه اسمها مايوكوليستريديال نيكروزس، تمام. اوكي، بستخدم الفينوكسين مجلومين ده برضه في علاج حاجه اسمها الايه الاندوتوكسيميا. الاندوتوكسيميا اللي هي ايه اللي شفناها في اللاين اوف توكسيميا اللي بتيجي في الخيل، تمام، الخط الازرق اللي بيجي في الميوكس ميمبرين ده، بستخدمه بس ما بستخدموش بنفس الجرعه بتاعه الايه الكوليك، او مش بنفس الجرعه بتاعه الواحد واحد من 10 مللي جرام، بقسم الجرعه دي على 3، تمام، بتبقى ربع مللي جرام لكل كيلو جرام. يعني سي مثلا لو الحصان بياخد 10 سنتي، تمام، هبدا اديله 3 سنتي كل 8 ساعات على 24 ساعه عشان اعالج بيها الايه الاندوتوكسيميا. اوكي دكتور، هو طيب لو عندنا الحصان تعبان دلوقتي وعنده كوليك، مش هنعالجه بفينادين؟ هتعالجيه بفينادين بس بعد ما تعملي حاجات معينه هقولها لك بعد شويه، اللي هي ايه اللي هي ايه، انت تعملي اوفر هيدريشن اول حاجه، تعملي هيدريشن، تمام، تظبطي ده عشان ما تديش حصان عنده كوليك والكدني بتاعته متبهدله واروح مديله فينادين اروح اعمل له بابيلاري كروزس اعمل له مشكله، تمام. فلازم يبقى الموضوع ايه ستيب باي ستيب كده. يعني ممكن لو انا عندي الحصان ايه، يعني احنا بندي فينادين ده عشان يخفف الالم بس وبعد كده نعالج بحاجه تانية؟ لا 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 لا، ده بيعالج الفينادين يعني. بيعالج الفينادين تريتمنت، تمام، بس المشكله في ايه بقى، لو الحصان مش في كل الحالات، يعني بمعنى ايه، لو الحصان اديته فلونكسين مجلومين اللي هو الفينادين ده، تمام، والحصان ما استجابش اصلا، ما استجابش للتريتمنت ده، ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ الو، ايوه معاك، ايه اللي هيحصل؟ ايوه معاك. هو الناس طلعت ولا ايه؟
اوكي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ساعتها ان الحصان ده بيكون محتاج سيرجيكال تريتمنت. طالما ما استجابش للميديكال تريتمنت، ما استجابش للفينادين بالذات، الفينادين غالبا لو في حالات مايلد او مودريت، وانس اللي اديتي فينادين خلال نص ساعه هتلاقي الاعراض انتهت والحصان هدي وبقى كويس. طب لو الحصان سيفير تمام وخد الفينادين وما استجابش، غالبا بيكون محتاج عمليه. ممكن يفك من غير عملية، اه ممكن يفك، بس بقول لك غالبا بيكون محتاج عملية تمام. يعني انت لو اديتي الحصان في الفينادين، بالذات الفينادين مش اي نوع تاني مصري ب 100 جنيه وكده، الفينادين ده اللي هو الغالي، لو اديتي منه وكنت ظابطه الجرعه، مديها الجرعه مظبوط، ولقيت الحصان ما استجابش ليه، الاعراض هي زي ما هي، تعرف ان الحصان ده البروجنوز بتاعه مش قد كده تمام. تمام اوكي. بعد كده عندي الدايبيرون، عارفين الانالجين؟ عارفين حاجه اسمها انالجين؟ معرفش تعرفوها ولا لا. الانالجين ده المفروض ان هو بيستخدم يعني كانتي بايريتيك، يعني بيكون احسن في الانتي بايريتيك، هو انالجيسك ضعيف جدا، بس ليه سايد افكت انه بيشتغل على السمول انتستين، بيعمل يعني بيعمل زي ريلاكسيشن للجي اي تي تمام؟ ماشي. وبعد كده عندنا الزيلازين، عارفين الزيلازين صح؟ طب انا حاسس ان انتوا هنكتوا. الزيلازين ده اللي هو المهدئ؟ اه ده مهدئ، ودي سايد افكت تاني على الجي اي تي، ان هو بيشتغل كزي الفينادين، بس تاثيره والديوريشن بتاعته صغيره جدا، اخرها نص ساعه وبيخلص مفعوله تمام. ومهم جدا ان انا اكون عارف ان الزيلازين ده ما ينفعش استخدمه في حالات الهايبوتنشن تمام، لانه بيقلل لي الكاردياك اوت بوت، فما ينفعش حصان يكون جاي عنده الهارت ريت ضعيف، خلاص الحصان بيودع وفي ديهايدريشن جامد جدا وفي هايبوفوليميا، وراح مديله زيلازين، هعمل برادي وهبهدل الحصان، بسوق حاله الحصان اكتر ما ايه ما بعالجه تمام. أتروبين. لا احنا ما بنستخدمش اتروبين مع، لا 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 ما يعني فكك من الاتروبين في الخيل، ما تفكريش في اتروبين في الخيل، يعني الاتروبين ده مشكلته بيعمل الياس وبيعمل مشاكل جامده جدا في الخيل تمام، فمحدش يفكر فيه تمام. ده حتى لما بنستخدمه لوكال في حالات الكورنيال ألسر والحاجات دي كلها، يعني بيعمل مشاكل برضه، فبلاش اتروبين خالص ماشي. إيه عندنا حاجات لو بتعمل سمحت يا دكتور، بلوكالينيتيك؟ اتفضل. لو سمحت، هو المفروض درجة الحرارة الطبيعية تكون كام من كام لكام؟ يعني من 37 ونص ل 38 ونص، ده في الادلت هورس تمام، سدت تمام شويه مرحبا. 38 و8 تمام، بدات تخش في 39 وانت طالع، لا كده بدات ايه، بدات تعلى. اوكي. طب ايه هي بدائل الفنادين يا دكتور؟ اللي يعني فلونكسين مجدومين بس بدايل ليه؟ ايوه ماروفلام والحاجات دي يعني؟ الماروفلام، في فلوريكس، فلوريكس ده بتاع شركة باير برضو إلى حد ما كويس لأنه مستورد ألماني. في المكسيكي الماروفلام، في حاجة اسمها مامفيدين تقريبا، بس أنا الحاجات المصري دي بصراحة بالذات في الفلونكسين ميجلومين يعني ما برشحهاش، يعني مش حلوة مية تمام ماشي يا دكتور. تمام. بعد كده عندنا حاجات اللي هي الايه، البروكاينيتكس، اللي بتنشط حركه الايه، السمول انتستين في حالات الاليوس وكده تمام. دي بستخدمها، انتوا عارفين الليدوكاين بيبقى 2% تركيزه 2% تمام، فلو انت لو حسبته على الدوز بتاعت 1.3 مللي جرام دي على حصان مثلا وزنه 40 كيلو 400 كيلو، هتلاقي ان انت ممكن تحطه حوالي 27 ل 30 سم من الليدوكاين ده على المحلول، على رينجر لاكتيت او سلاين تمام، وتنقيط وريدي بطيء، ما ينفعش اكون ايه فاتح المحلول على الاخر، اكون مركب كانيولا للحصان ومعلق له المحاليل وبدي ايه تنقيط وريدي بطيء، ده بيعمل لي ايه، بينشط حركه الايه السمول انتستين. يبقى في حاله لو انا عندي دلوقتي حصان السمول انتستين بتاعته متوقفه تمام، ديكريزد او واقفه خالص، ممكن ادي بروكاينيتكس زي الايه الليدوكاين تمام. في حاجات زي البروكاينيتكس برضه بتستخدم زي الاريثروميسين، الاريثروميسين ده انتي بايوتيك،
انتبيوتيك وبيستخدم تمام باودر، بيستخدم عن طريق ان هو بيعمل ايه بروكاريوتكس، يعني بينشط حركه السمول انتستون كده، بس طبعا ليه سايد افكت ثانيه مش كويسه فبلاش. خلينا في الايه في الليدوكاين تمام. يبقى اهم حاجه اللي احنا دي ايه سلولي سلولي على محلول وريدي بطيء تمام، ما ادهوش لوحده لا، بروح حاطه بحسب الدوز 1.3 مللي جرام لكل كيلو جرام. يعني ايه؟ يعني اشوف مثلا حصان وزنه 400، اروح ضارب الوزن في التركيز تمام بتاع عفوا الوزن في الجرعه في الدوز دي تمام، واقسم على التركيز بتاع الحصان هيديني الجرعه تمام، اروح حاسبها للحصان واديها له على محلول وريدي زي الرينجر لاكتيت او سلاين، ويكون تنقيط وريدي بطيء ما افتحش الايه الكانيولا على الاخر تمام. اوكي بعد كده عندنا حاجه زي البسكوبان، عارفين البسكوبان؟ بالظبط كده شاطره. يبقى احنا في حالات السباسموتيك كوليك، لما اجي اسمع مثلا بالسماعه لقيت حركه الامعاء بتاعه الحصان البوربرجين ساوندز عاليه قوي عاليه قوي عاليه قوي، يبقى انا عايز ادي حاجه تعمل ايه ريلاكسيشن للسمول تيستن صح، فبدي ايه فبدي البسكوبان. البسكوبان ده موجود منه في مصر البشري بس، بره هتلاقي في منه بيطري، يعني في شركه باير عامله منه البيطري، طبعا البيطري بيكون احسن تمام. ومهم جدا تكون عارفين ان انا كونترا انديكيتد، كونترا انديكيتد ان انا استخدم مثلا حاجه زي البسكوبان دي في حاله امباكشن، او في حاله ان حصان اصلا في ديكريزد في الموتيليتي بتاعت الايه الجي اي تي تمام، فيبقى دي ممكن تزود لي المشكله بتاعت الايه الحصان. يبقى انا دلوقتي عندي مجموعه من المجموعه دي انا لازم اكون عارف امتى استخدمها وامتى ما استخدمهاش. عندي حصان عنده السبازموتيك كوليك عاليه، يبقى انا المفروض استخدم حاجه تقلل السبازم. اوكي عندي حصان في الجي اي تي بتاعته مش شغاله اصلا، ما ينفعش اديله حاجه زي البسكوبان. عندي حصان ديهايدريتد جامد جدا، ما ينفعش اروح مديله جرعه عاليه من الفينادين مره واحده، المفروض اديله محاليل وبعد كده لما اديله محاليل اشوف اعمل هايدريشن تمام، وبعد كده ابدا اديله ايه الفينادين تمام. طب والله الحصان مبهدل الدنيا ومش عايز يقف وكلام زي كده، وعايز اديله حاجه تقلل البين بتاعه كده، مفيش شك الهايبوفوليميا تمام، الهارت ريت تمام عالي بس كويس، ادي زيلازين يهدى معاك شويه وبعد كده علق له محاليل وبعد كده ابدا ادي الايه الفينادين. فاهمين يعني انا بحاول اوصل لكم بس ايه عشان لو انت وقفت في حاله كوليك تكون عارف التصرف الامثل يعني تمام. اوكي وده جدول كده فيه الاسامي الادويه بالجرعات بتاعته، الفينوكسين اهو الدوز بتاعته تمام، وفي كومنت عليه ان جود انالجيسك افكت، دي بروين مش عارف ايه، الكيتوبروفين، الميلوكسي كام. في عندنا حاجه اسمها الميلوكسي كام والفينادين والكلام ده كله، في حاجه اسمها اللي هو الايه كوكس 1 وكوكس 2، ده بيشتغل على كوكس 1 بس تمام. والفينال بيتازون، البسكوبان والزيلازين، الزيلازين والديتوميدين هم نفس المجموعه يعني تمام، بتروفانول والليدوكاين دول نفس المجموعه يعني، بس ده مش هتلاقوه في مصر، الديتوميدين ده مش هتلاقوه في مصر، بيستخدم بره بس تمام. طيب انا حاسس ان انتوا هنكتوا خالص وانا معاكم بصراحه، احنا لسه عندنا فلويد ثيرابي وانترنال فلويد ثيرابي. انتوا بص بص احنا عندنا ده كل ده اوكي، وبعد كده هبدا اكلمكم في الانواع الكوليك، يعني بعد كده هبدا اكلمكم في انواع الكوليك. انا دلوقتي بقول التريتمنتس ليه؟ لان انا دلوقتي بعد ما خلصت لكم التريتمنتس ده هبدا اكلمكم في انواع الكوليك، وفي التريتمنتس هجي اقول لكم ايه ارجعوا للسلايدات اللي فاتت. فاهميني؟ فاهمين احنا ماشيين ازاي؟ طب يا دكتور لو سمحت، واحنا ممكن نعمل يوم تاني عشان حاسه الناس هنجد، يعني ممكن نعمل يوم تاني يعني سيشن تانيه نكمل فيها الموضوع ده. ماشي أيوة نكمل فيها مفيش مشكلة.
طالما بدأنا لازم نكمله، عشان ما ينفعش يبقى ايه خدته نصه كده، مش هتكونوا ربطين الدنيا ببعضها. يعني انتوا لو وقفتوا لغاية هنا ما اعتقدش ان انتوا هتكونوا مستفيدين يعني، فالمفروض نكمل. بس عامة لو حد عنده دلوقتي اي سؤال في اللي فات يعني يقوله، بحيث ان احنا ايه نحاول نغطيه عشان المرة الجاية نبدأ على طول. يعني حد عنده اي سؤال في اللي فات؟ تمام، شكرا يا دكتورة مروة، الله يكرمك. أي سؤال حد أي عنده أي سؤال؟ شكرا يا دكتورة آية، ربنا يكرمك. دكتور يعني طيب المرة الجاية هسألكوا بقى في موضوع الاستومك تيوب وإزاي هنعملها والكلام ده كله. شكرا يا دكتورة أمنية، ده نورك والله. المرة الجاية هسألكم في الاستومك تيوب لازم تكونوا عارفين تعملوها ازاي، وانواع التريتمنتس اللي بنستخدمها، النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز اللي بنستخدمه بيشتغل ازاي، النون ستيرويد انتي انفلاماتوري الانتي انفلاماتوري دراج بيشتغل ازاي في الجسم، وايه السايد افكت بتاعته، الخيل اللي بتبقى ديهايدريتد دي هتعامل معاها ازاي، اسسمنت اوف البين بتاع الحصان لازم اكون عارفه، الجي اي تي بتاعت الحصان لازم اكون خلاص دلوقتي اكون عارف هي يعني ازاي، الاستومك الكباسيتي بتاعتها، السمول تيست الكباسيتي بتاعتها، تقسيمتها، الحاجات دي كلها لازم نكون عارفينها. تمام، انواع الدايجيشن، انزيماتيك بريك داون والفرمنتيشن لازم نكون عارفين الكلام ده كله. هتلاقوا بعد كده الموضوع بيبقى احسن من الاول خالص ان شاء الله. يعني دكتور ممكن أسأل حاجة بره المحاضرة؟ اتفضلي. هو إزاي أبدأ في مجال الخيل؟ يعني مفيش أماكن حواليا فيها تدريب خيل وكده. يعني حضرتك من فين؟ أنا من البحيرة، من حوشين يعني. هي الفكرة كلها إن الخيل في مصر يعني تركيزها أو أكتر أماكن في مصر هتلاقي في القاهرة والجيزة. طيب نقسم بس الموضوع بسرعة كده، عندنا 3 أنواع للخيول في مصر، 3 أنواع للخيول في مصر. أول حاجة الخيول العربية، الخيول العربية، مزارع الخيول العربي اللي موجودة في مصر متركزة في منطقة الجيزة في عند الهرم، يعني في الهرم، أوكي؟ حته اسمها سقاره والمنصوريه والكلام ده كله، هناك هتلاقي مزارع خيل كتير جدا. المكان التاني حته اسمها احمد عرابي، دي ناحيه منطقه العبور، اوكي. طيب المنطقتين دول عشان تبدا تشتغل فيهم دي مزارع خاصه، وبالتالي بيكون في ماسكها دكاتره، وبالتالي مش كل المزارع يعني بتقبل ان في طلبه يجوا يتدربوا عندها او ناس تخش تتدرب عندها. فلازم عشان تدخلي بطريقتين، يا اما عن طريق الدكتور اللي ماسك المكان، تمام، او عن طريق صاحب المزرعه يكون في معرفه شخصيه بينك وبينه، اوكي. طيب التدريب في الاماكن دي ليه ميزه وليه عيب. يعني الميزه اللي انت هتشوفي خيل عربي كويسه شكلها حلو، هتلاقي يعني الى حد ما المانجمنت الى حد ما مش في كل المزارع كويس. العيب بتاعها اللي انت مش هتشوفي كيسز كتير عشان المانجمنت بيبقى كويس، وبالتالي انت مش هتتعلمي كتير. يعني ما تروحيش مكان تروحي تتصوري مع الخيل وخلاص وكلام زي كده، مش هتتعلمي، يبقى ملوش لازمه، اوكي. طيب عايزه تتعلمي في الخيل العربي يبقى هتسيبك من الهرم وهتسيبك من العبور وهتروحي رايحه على حته اسمها عين شمس، فيها محطه الزهراء بتاعه الخيل العربي، دي مكان حكومه، اوكي. المانجمنت هناك يعني عشان مكان حكومه فبالامكانيات مش قد كده، اتمنى يا رب دلوقتي الامكانيات تكون احسن من الاول، بس يعني عامه العدد هناك كبير جدا، فبالتالي في حالات كتير جدا هتشوفيها. تمام، يبقى دي اول حاجه بخصوص الخيل العربي. الخيل الفروسيه مشكلتها انها متركزه برضو في القاهره والجيزه، اوكي، في من ضمنها شويه في اسكندريه، اسكندريه برضو مشهوره بخيل فروسيه كتير جدا، تمام. بس في سموحة وفي سبورتينج وفي حتت كتير في اسكندرية، بالذات في سموحة يعني، سموحة تمام. هناك بس مشكلتها ان انت عشان تخشي برضو المجال هناك، يعني اللي مسيطر على الدنيا هناك مش ناس لطيفة، ومش عايزة اتكلم اكتر من كده، فاهمة؟ غير كده شغل الماسكول سكيليتال بيكون محتاج اكس راي، محتاج سونار،
عشان تشتغلي بيه. يعني مش هينفع تشخصي مثلا حالة عرج بدون ما تعملي الحاجات دي، بدون ما تعملي سونار او اكس راي او كلام زي كده. وبالتالي يعني عشان تنزلي في حاجة زي كده لازم تنزلي مع دكاترة. الدكاترة ممكن ابقى اقول لك اساميهم بعدين وارقام تليفوناتهم وتواصلي معاهم براحتك عادي. بس في يعني مش مستحيل الموضوع. في دكتورة اسمها دكتورة نيرمين يعقوب، شغالة في اسكندرية، ممكن تبقي تتواصلي معاها. يعني ممكن تنزلي معاها، ما اعرفش هي هتوافق ولا لا، الله اعلم. طب هو التدريب هيحتاج مني ان انا مثلا اسكن في القاهرة او اسكندرية وكده هي يعني؟ هيحتاج ان انت متابعه اصلا. يعني ما تقنعنيش ان انت هتيجي كل يوم من البحيره للقاهره او الجيزه او الاسكندريه وهتشتغلي مع الخيل وهترجعي تاني البيت وترجعي تيجي تاني الصبح. الموضوع هيبقى لود عليكي جامد جدا. ايوه تمام. الحاجه الثالثه اللي انت ممكن تشوفيها بقى اللي هي الجمعيات الخيريه. الجمعيات الخيريه زي ايجيبشن ايكوان ايد وزي بروك وكده، وزي في جامعات في اسوان والاقصر وكلام زي كده. ميزتها انها بتجيلها حالات كتير جدا 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 جدا، والحالات اللي بتجيلها حالات يعني من كل حاجه، يعني حالات بطنه، حالات تناسليات، حالات جروح، حالات جراحه، حالات لمنس، كل الحالات بتجيلك. وبيكون فيك يعني بيكون عندك كده ايه حريه في الحركه في التريتمنت وكلام زي كده. يعني دي اكتر اماكن ممكن تنزليها، ودي هتتعلمي فيها كتير جدا. يعني الاماكن اللي فيها حالات، لان انت لو رحتي مكان عالي قوي مش هتشوفي حالات قويه، هتشوفي حالات بسيطه قوي، ممكن ما تشوفيش حالات اصلا. يعني ممكن تنزلي اماكن، كنت بنزل اول ما بدات اماكن فين الكيسز، ما فيش كيسز، بروح اتصور مع الخيل وبرجع. طب بعدين يعني تمام. لا انت عايزه مكان تلاقي فيه حالات كتير، واللي انت تشتغلي وتمدي ايدك وتساعدي وكلام زي كده، وتكسري حاجز الخوف بينك وبين الخيل، وهتلاقي الدنيا بعد كده مشيت معاكي. فلو انت من البحيره ممكن تنزلي جمعيات خيريه، شوفي اقرب جمعيه خيريه لك فين. ممكن كده ممكن تنزلي الكليه. هي الجمعيات يعني ما الخيرية اعرفش، في مكان ولا إيه؟ لا في القاهره يعني في بروك مثلا القاهره، في بروك في المنصوره، في بروك في بروك في اسكندريه. لو انت اسكندريه قريبه منك، بروك اسكندريه هيبقى احسن حاجه بالنسبه لك. يعني بروك اسكندريه الدكاتره اللي هناك فيها بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني شاطرين جدا محترمين جدا. بس ما اعرفش موضوع كورونا هل هيبقى التدريب متاح ولا لا الفتره دي، مش عارف. يعني هما لهم صفحة أو كده نتواصل معاهم يعني؟ يعني هسأل لك وأرد عليك. تمام ماشي ماشي. ماشي شكرا يا دكتور. العفو. أي سؤال تاني؟ شكرا يا دكتور، والله ربنا يخليك. الله يكرمك دكتور، شكرا جدا. اوكي، مع السلامة. مساء الخير عليكم يا دكاترة. إن شاء الله هنشرح الكتب دي على قناة اليوتيوب، وأكتر هنشرح كمان كورسات متخصصة في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير. تابعوني على قناة اليوتيوب.